السلام عليكم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ معكم مصطفى. هذا الدرس تابع لسلسلة تعليم المقامات الفرعية. رح ناخذ مقام اسمه شوق أفزة، تمام؟ يمكن في ناس تعرفه، في ناس الاسم غريب عنها. الشوق أفزة شو هو؟ هو بدايته جنس الأصل عجم من درجة الدو، والنص الثاني الفرع هو حجاز على درجة الصور، يعني دو ري مي وفا. نحن ضمن العجم، راح نبلش بالحجاز. صول لا بيمول سي عادية والدو. طبعا هذه المقامات ما فيها تشريق، أنا ما في تشريق، أنا بس أذكر لكم. هلا في ناس تقول يا مصطفى ليش عم تعلمنا إياهم؟ يعني يمكن أسماء غريبة. شوفوا عليهم أغاني، يعني أنت لما تسمع أغنية هذا مو انصاف منك تجي تطلعها سماعي، لا هي عجم ولا هي حجاز، فهي شوق أفزة. عفوا. تمام، هذا مو انصاف منك. وتنفعكم هاي الامور بالتقاسيم، يعني يا شباب انت عم تقسم على عجم من الدو، جهازك غربي مثلا او ايا كان، عم تعزف عجم، في عندك طلعه مثلا انت عجبتك هاي الطلعه، مثلا انت عم تعزف على ابيض على العجم، وبنص التقسيمه طلعت معك المفتاح هذا انت عجبك، تمام، انتقلت هاي الانتقاله. انت لما تنتقل وحدا يسالك شو انتقلت، شو بتقول له؟ عرضيه؟ لا، تقول له انا انتقلت من العجم للشوق افزه. لا، لسه في عنا طبعا الشوق انجيز، وعنا فرح فزه، وعنا النوى، وعنا الكرد الراست، وعنا الكرد ذين البياتي. في مقامات كثير اسمائها شوي غريبه، راح اعلمكم اياها. فهي المقامات تنفعكم بالتقاسيم مشان تكون انت عم تتنقل صح، يعني انت لما تكون بالعجم الدو وبنص التقسيمه حبيت تنتقل. تكون ملتزم بالأصل وبالفرع ضمن مقام معين، لما تكون أنت عندك هاي الخبرة بالمقامات الفرعية اللي هي أولها مقام ونهايتها مقام آخر، بصير عندك موسوعة من الجمل الموسيقية وبتصير تحفظهم وما رح تندم. فهذول احفظوهم. أعيد لكم المقام على السريع. شوق أفزة هو عجم من درجة الدو بدايته دو ري مي فا، والقسم الثاني جنس الفرع هو حجاز من درجة الصول صول لا بيمول سي دو، تمام لهون. وراح نرجع بس نخلصهم كلهم، نعمل مراجعة ونعمل مراجعة للأسماء. بس لما بدي أعمل مراجعة للأسماء لازم تكونوا أنتم حافظينهم وعارفانينهم، لحتى أرجع أعطيكم أفكار ترسخ هاي المقامات بذهنكم إن شاء الله. وراح ناخذ أغاني على كل مقام فرعي، تمام. شكرا لكم.